معانا على الهاتف الكابتن رشيد الطاووسي المدير الفني للاتحاد المغربي لكرة القدم. يا فندم صباح الخير على حضرتك، مليون مبروك الفوز الغالي اليوم على المنتخب الغاني. الله يخليك، شكرا على الاستضافة. شكرا جدا. وأظن بأنه المنتخب المغربي استاهل كأول منتخب عربي هذه البطولة بانتصار. نتمنى ان شاء الله بكره التوفيق كذلك بالنسبه للمنتخب المصري ضد المنتخب نيجيريا، واظن بانه المنتخبات العربيه اصبحت لها واحد القيمه قويه جدا، يعني مردودها الفني لاعبينها اللي كيلعبوا على واحد المستوى عالي. واظن بانه حاليا هناك غيورين، هناك استاذ يحتضنهم، فلهذا اظن بانهم هذه كلها تعتبر مسائل غير رياضيه كيعملوها كل المشوشين على المنتخبات الذين يشوف يرون فيها بان المنتخبات ممكن ان تقطع اشواط كبيره وتوصل للمربع الذهبي ولماذا الحصول على اللقب. منتخب المغرب النهارده تاثر بغيابات عديده جدا بسبب اصابات فيروس كورونا، والاصابات بفيروس كورونا حسب التقارير الصحفيه مختلف اعدادها، يعني العدد الحالي للمصابين بفيروس كورونا في المنتخب المغربي يا فندم. فالأكيد بانه العدو اللدود للمنتخبات كلها هو كورونا حاليا. واظن بانه كل الاطقم الطبيه تعمل فيما في وجهها من اجل التخلص من هذه الافه. ولكن قدر الله ما شاء فعل. فاظن بانه لما اصيبوا لاعبين من حجم مايي، من حجم ايوب كعبي، والقائمه يمكن هذو اللاعبين الذي اكد بانهم اصيبوا بكورونا اكيد حيكون تاثير على التشكيله. ولكن اليوم حنكه المدرب وكذلك العناصر التي يعني كانت بالنسبه للمدرب هي ماشي هي الاساسيه. اظن بان ابلت فلاح حسن حينما نرى شبان يعني هما في مقتبل عمرهم ويدخلوا كاساسيين في المنتخب، امثال بوخال من هولندا، امثال كذلك خبره الهداف ديالنا اللي سجل الهدف بوفال، اظن اللي ما كانش اساسي في السابق. وكذلك التغيير في بعض العناصر في المنظومه ديال الفريق الوطني المغربي ابانت بان هناك عناصر ممكن يعني بالتخضرهم في الاماكن ديالها وبالمهام اللي كانت منوطه بهم يعني ابلاء البلاو حسن. وانا اشد بحراره على كل منتخب وعلى الطاقم التقني على يعني المظهر الذي ظهروا به وكذلك القتال اللي لعبناه في المباراه. خصوصا المباراه ليست سهله، منتخب غاني يعز بالنجوم ومنتخب غاني له قيمته ووزنه على الصعيد الافريقي، ولكن اظن ان من حراسه المرمى بونو يعني وما التقطه من كرات الى 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 اخر لاعب يعني اللي سجل الهدف كمهاجم مرورا بجميع اللاعبين يمكن ابانوا عن بساله وابانوا عن بانهم استهلوا هذا الدخول الاول في مباراه اولى في كاس افريقيا يعني بانتصار، وانتصار الفريق الذي يعتبر يعني الخصم الاول في المجموعه من اجل المرور للدور الثاني. طيب حضرتك رايك ايه في اداء المنتخبات كلها مش بس المنتخب المغربي في البطوله حتى الان؟ هل شايف انه الاداء يرتقي بمستوى منتخبات كبرى في القاره الافريقيه، ولا شايف انه المستوى ده ممكن يتحسن في المباريات اللي جايه؟ اظن بان الحكم غيكون مسبق على 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 كل المنتخبات في بدايه، يعني كتعرف بانه كل المنتخبات تريد ان 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 ان, أن تستهل دخولها بحظ اكثر عدد من النقاط. لو انتصرت اكيد ثلاث نقاط هتكون بمثابه بدايه موفقه، ولو تعادلت كذلك تعتبر نقطه تعتبر ايجابيه. ولكن الفرق التي تخسر اكيد بانها يبقى عندها يعني واحد 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 الضغط كبير جدا في المباراه الثانيه باش تنتصر. وشفنا البدايه كان مقابله افتتاحيه ما بين الكاميرون وما بين بوركينا فاسو ابانت على واحد المستوى عالي، ايقاع عالي، لاعبين لهم مهاره فرديه، لاعبين هناك دفاع بدني قوي، وشفنا يعني بان مستوى يعني يليق بكاس افريقيا وبالنجوم التي تلعب في اكبر البطولات العالميه وفي احسن الفرق على الصعيد العالمي. ولكن هناك يعني مباريات اخرى ليست في مستوى واحد. احنا شفنا مباراه اثيوبيا ضد المنتخب الذي انتصر عليها وهو كاب فيرد،
اظن بانه ما كانش مباراه من المستوى العالي على قراءه كذلك المباراه اليوم اللي كانت بين المنتخب المغربي ومنتخب غاني كان يعني مباراه لها قيمه ولها وزنها واكيد بانه الفرق الكبيره ابانت على العلو كذا فالمنتخب الصناعي كذلك بالرغم بانه ما قدمش يعني ضد واحد الخصم اللي كان بالنسبه ليه يعتبر خصم يقدر يهزمه ولكن هزمه لاخر دقيقه ضربه جزاء ولكن يعتبر المدرب السنغالي من المرشحين الاقوياء واظن بانه الفوز بالنسبه ليه مثابه يعني واحد النكهه قويه جدا اللي غتعطيه يعني دائما يعني القيمه اللي كيعطيها اضافيه لهذه البطولات خصوصا انه يحتوي النجوم امثال ماني امثال صال واظن بانه هذا الشيء كله غادي يضفي لكاس افريقيا مستوى جيد خصوصا لو مرت الدور الثاني كل الفرق المرشحه اللي تحصل على اللقب من المنتخبات العربيه الاربعه وخصوصا بالديك حامل لقب الجزائر المنتخب المصري الذي كذلك له نجوم امثال صلاح المنتخب المغربي بنجوم وحكيمي الى غير ذلك والمنتخب كذلك التونسي الذي لعب اخر نهايه ديال كاس الاتحاد العربي في قطر. كابتن رشيد الطاووسي المدير الفني للاتحاد المغربي لكره القدم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القائمة.